عليكم، مرحبا بمشاهدي اس ان اخ تي نيوز. معكم لمياء بن يوسف في وصفات جديده، واليوم جيتكم بواحد الشهيوه زوينه اللي هي هيلتي، ودي جو اللي هما زوينين بزاف والولادات غتحتاجوهم طبعا في الطبليله ديال رمضان. غادي نحتاجو المقادير اللي فيهم الفخيز مقطع وكونجولي، وعندنا حتى لي بانان حتى هما مقطعين وكونجولين. كيزو ديجا كنا سلقناه وقطعناه، وعندنا المونك كونجولي، اي عندنا الفرامبواز حتى هو، عندنا الميختي، عندنا البربا، عندنا الاناناس، وعندنا شويه ديال لي دات اللي هو التمر. الوصفه الاولى غادي نحتاجو البنان، التمر، الكاكاو والحليب. دابا مشاهدينا غادي نبداو بالوصفه الثانيه اللي غادي يكون فيها الفخيز، وغادي يكون فيها لي فروي روج اللي هو اللي فيه الميختيل والفرامبواز والبربا والماء وشويه واحد المعلقه ديال العسل. ودابا غادي ندوزو للوصفه الثالثه اللي هي عباره عن الاناناس، خيزو والمونك، وانتم على حسب الاختيار ديالكم، اما الا بغيتوا تطحنوه بالماء او لا بغيتوا تطحنوه بجو دورانج. فوالا مشاهدينا الكرام، كنقدم لكم هذه الوصفه اللي لذيذه، وهذا هو الشكل النهائي ديالها اللي كيجي فريمون تيشهي. ورمضان مبارك كريم، وبالصحه والعافيه.